أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح وعلى الأئمة المجتهدين في الدين رضوان الله تعالى علينا. أكدته نصوص الشريعة الإسلامية أمر مهم لا بد أن نقف عنده. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله حجاكم العبد الذي يكون مفتاحا للشر. هكذا يقول لنا القرآن الكريم، وهكذا يوجهنا: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم واجعله حرزا وحصنا وسورا منيعا. سووا الصفوف، حاضر بيت المناكب، سدوا الخلل. الحمد لله رب العالمين. آمين. قل لكم إن كنتم تعلمون. سمع الله لمن حمده. على بركة الله وتوفيقه، نيابة عن سيد المحافظ المحترم، حضرنا هذا اليوم افتتاح جامع قرية الدرناش التابع لقضاء الموصل المركز ومنطقة حميدات. وما هذا التجمع الخير إلا رسالة للجميع بأن التلاحم الوطني واللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، بحيث لاحظنا في هذه الدعوة الكريمة والمباركة من جميع أطياف المجتمع الموصلي والعراقي من كل القوميات، كل الأديان، كل المذاهب، ما هي إلا دلالة على أخوة هذا الشعب ورصانته. بفضل الله عز وجل حضرنا اليوم افتتاح جامع الشهيدين حماد وحمد في منطقة قرية الدرناج. بفضل الله عز وجل هذا الجامع تم بنائه وعاد إعماره من قبل أهالي المنطقة والمحسنين في هذه المنطقة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. طبعا يعني هذا الجامع يتبع جميع المساجد الموجودة في محافظة نينوى، يتبع الوقف السني في محافظة نينوى. كثير من المساجد في محافظة نينوى تم إعادة إعمارها وبنائها من قبل المحسنين في هذه المدينة. اليد المعطاء والخير لهذه المدينة مباركة إن شاء الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء. من أعمال الطيبة المباركة التي يحبها الله سبحانه وتعالى هو بناء المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولذلك هذا العمل هو عمل طيب وعمل مبارك. نقول جزا الله خيرا كل من سعى في بناء هذا المسجد وقام بالمشاركة فيه، وأن يتقبل الله عز وجل منهم هذا العمل. اليوم تم افتتاح هذا المسجد، وإن شاء الله هذا المسجد يكون فاتحة خير على هذه القرية، وبإذن الله سبحانه وتعالى الجيل الجديد يتربى في هذا المسجد على طاعة الله وحب رسول الله. وطبعا أكيد بعد هذه الغمة اللي صارت على مدينة الموصل نحتاج إلى نهضة إسلامية، نهضة فكرية، نهضة مجتمعية تقود البلد إلى بر الأمان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حضرنا افتتاح جامع الشهيدين حماد وحمد أولاد علي الخضر الجوعان في قرية الدرناش، والذي تم إعادة بنائه بعدما دمره الأشرار على أيدي الخيرين والمحسنين من أهالي القرية ومن المتبرعين الآخرين. نحمد الله ونشكره على هذا الإنجاز.